أتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.
عظيم. الفاتحة. Allah'a emanet olun.
دخل جاي بقى. جاي يا سيدي. الشيخ عشان كده بس انا قلت اعمل اوضه في هنا. اطلع من الاوضه. عايز يتكلم مع الخطيب قلت له ما فيش الكلام ده. شكرا. بسم الله. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تلا علينا القارئ الكريم ما تيسر له من سورة البقرة، مبتدئا بقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام إذن طريق التقوى، وهذه الآية الكريمة حملت السلف الصالح على أن يدعوا ربهم قائلين: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. غاية؟ لا، الغاية أن يبارك الله لك في رمضان إذا بلغته. أما أن تبلغه وأنت على ما أنت عليه فليتك لم تدرك، لأن رمضان إما أن يكون شاهدا لك أو شاهدا عليك. إن بلغته واستقمت على طريق الجادة كان في ميزان حسناتك فشفع لك حتى أدخلك الجنة، وإن لم تكن فيه على مرضاة الله كان شاهدا عليك حتى يزجك في النار. إذن اللهم بلغنا رمضان تعني وأن تبارك لنا فيه، وهذا يعني أن التخلية مقدمة على التحلية. كلنا استنى بسنة الحبيب المصطفى فاغتسل قبل أن يرتدي من أحسن ثيابه وأن يتعطر بعطر أهله. اغتسل تخلية قبل التحلية، فإذا ما أقبل عليك رمضان فعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتنوي عمل الصالح وتعين نفسك عليه. أنا أحاول يعني أثبت، ما تلعبش في المكنة تاني، دعها بقى خلاص، احنا على الهوى. علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نسارع بالصالحات وأن نكون كما كان الحبيب المصطفى، أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان. إذا دخل الشهر الكريم كان أجود الناس، كان كالريح المرسلة، كان سليم الصدر. من أفضل الناس يا رسول الله؟ أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا غل فيه ولا حسد. هذا هو أفضل الناس، التقي النقي المسامح. حاول أن تخلص لله رب العالمين، وأن تصفي نفسك، وأن تصفي خلافاتك، إن أحببت أن يكون رمضان في ميزان حسناتك. صفي، أنت واحد من الناس، إما أن يكون لك أو عليك، كل الناس هكذا، إما له وإما عليه. إن كان لك فتجاوز أو اقبل، وإن كان عليك فادفع واطلب. فمن ميت يموت إلا ويندم
إن كان محسنا ندم أن لم يزدد، وإن كان مسيئا ندم أن لم يستعتب، يعني يطلب العفو، يطلب الصفح، يطلب المغفرة، سامحوا. أهلنا كانوا بيقولوا أهل السماح ما تملاح. أنت عندما تسامح تشعر بصحة وعافية في بدنك، تبقى مستريح تماما، تعرف تنام، تعرف تمارس أعمالك بكل نشاط. لكن لو أنت بقى ما تفكر إن قال لي هقول له وإن عدلي هعد له وإن بقى، مش هتنام، هتبتلى بكل الأسقام والأمراض. فإن أردت أن تكون معافا في بدنك، آمنا في سربك، فتوكل على الله واجعله المدافع عنك، وقل اللهم إني آمنت بقولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تجد أناسا قد ماتوا ومع ذلك يقيض الله لهم من يدافع عنهم وينافح. انظر الأئمة العظام الكبار، البخاري، مسلم، أبو حنيفة، كذا، كلهم إن أراد أحدهم أن ينال واحدا منهم بشيء هرع الناس إلى الدفاع عنهم والزود عن حياضهم والدفاع عن شرفهم ومكانتهم. لما كل هذا؟ لأنهم آمنوا وأخلصوا وتوكلوا على الواحد الأحد. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إننا نستعد لرمضان. كل منا قد أعد خطة، سيختم القرآن مرة أو مرتين أو ثلاثا، سيقرأ عقب كل صلاة كذا وكذا وكذا. أقول لكم هذا أمر حسن، ولكن الأحسن أن تجعلوا أعمالكم في ميزان حسناتكم. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نحوا أنفسكم عن هذا. إياكم والحالقة، عليكم بإصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. قطيعة الأرحام تجعل أعمالك في ميزان غيرك. إياكم وقطيعة الأرحام. قبل أن تقرأوا القرآن، وقبل أن تصوموا، وقبل أن تزكوا، خلوا ما عليكم، أصلحوا ذات البين حتى تكون أعمالكم كلها في ميزان حسناتكم. ثم إن هناك إجراءات ينبغي أن تتبع لكي يتم الشهر الفضيل على الوجه الذي نحبه ونرضاه. نرجو من الجميع، من كل المسلمين، أن يلتزموا بالإجراءات حتى لا يغلق مسجد. أيحب واحد منا أن يدرج تحت قول الحق سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أتحب أن تكون واحدا من هؤلاء؟ اللهم لا، لا أحب. اللهم إنا نحب أن نكون من عمار بيتك، من الفاتحين لها، من الذاكرين فيها. فعلينا إذن أن نعد العدة، وأن نسأل الرحمن الرحيم أن يرفع البلاء عن العباد وعن البلاد، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،
ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله ووطنه سالما ردته. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. سيدنا الهمام لك سيدي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.